أفضل موهبة شابة في مجال المسرح؟ علي ربيع أم سامح حسين؟ ما أقدرش أجزم بالظبط. أنت اللي شايفه، أنت زلمة عندك خبرة. أنا شفت ده ولا شفت ده؟ عشان ده أشوف وأقول لك. كيف يعني ما شفتش ده ولا ما اتفرجتش؟ لا شفت ده ولا شفت ده؟ آه. ازاي انت بتشتغل بالمسرح؟ ويعني بتاع المسرح بس انا مشغول في مسرح. انا راح كل الوقت كل الوقت بالمسرح؟ اه كل الوقت، ما فيش وقت تشوفه بالبيت؟ لا الوقت انت وعدتني بالصراحه صح؟ الوقت اللي جاهز عشان اشوفهم ما بيكونوش شغالين. انت تعرف عن الاثنين وشايف الاثنين؟ ايه؟ لا. انت تعرف الاثنين وشايف الاثنين، تختار مين؟ لا والله لازم تختار. لا والله انا والله العظيم ما مش حاسس، مش عشان يعني انت ما تعرف مين يعني علي ربيع؟ يمكن حسين، حسين سامح حسين. اه من وقت ما كان مع اشرف عبد الباقي في الراجل وست ستات. قدم حاجات كتير، كان لونه ظريف، ونبه انه يعمل حاجه يعني. كانش حد ضاغط عليه. يعني مع اشرف عبد الباقي كان برضه مضغوط مش قادر يعمل حاجه قوي. انما ما بره لوحده عمل. بالتالي لسه طالع، لسه قدامه بدري. يعني تختار سامح حسين؟ طبعا سامح حسين.